مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل. ما زلنا نتكلم عن العلاقات، ونيتنا لهذا الشهر هي تشافي العلاقات. وعندنا خفية الجوال، اللي ما حط خفية الجوال، اللي ما انضم معانا لهذه النية، ما زال هناك وقت حتى ينضم معانا ويحط خلفية الجوال. نتذكر جميعا هذه النية، وشوف ايش يصير نهاية الشهر. جرب ننوي تشافي العلاقات، بمعنى انه احنا ننوي ان نشافي الجروح العلاقة، ان نشافي الضعف اللي في العلاقة، ان نشافي ضيق الافق اللي في العلاقة. واليوم نبغى نتكلم عن ضحايا الاشرار، لانه اخر بث تكلمنا عن كيف تعرف الاشرار. فالآن احنا عرفنا الأشرار، نبغى نعرف الطرف المقابل، ايش انعكاس الأشرار، ايش مين هم الضحايا المؤهلين للأشرار انهم يجونهم، يعني يعتبرونهم مثل الهدف اللي يوصلون لهم. وأذكركم عندنا 5 كورسات موجودة على الموقع sonia369.net، غداء منتصف الليل، وعندنا الحياة السرية للبشر، وعندنا طبقات الحياة، وعندنا تشافي العلاقات، وعندنا العلاقات الخطرة. كل واحدة يعني ماخذة زاوية، شوف انت اللي يناسبك واللي يناسب مرحلتك. ضحايا الأشرار، الضحايا هذولا عشان ما تكون يوم من الأيام انت في هذا الموقع، خلنا نفهم ايش الأشياء الجاذبة للشرير، للشخص الشرير اللي تكلمنا عنه آخر مرة. إيش الأشياء الجاذبة؟ إيش الشيء اللي كذا كأنها ريحة كذا يلحقها لما يوصل للهدف؟ إيش الأشياء اللي تقول له كذا هذا هدف كذا؟ إيش الأشياء اللي تقول له هذا هدف، هذا يصلح أن يكون هدف؟ إيش السمات اللي موجودة في هذا ولا الضحايا؟ أول شيء، إذا كنت أنت ضحية للأشرار، أحب أقول لك أنه أنت عندك ميزة. الأشرار ما يلاحقون أشخاص ما لهم قيمة أو ما لهم ميزة أو ما عندهم شيء مختلف أو مميز. قد يكون عندك شجاعة، قد يكون عندك طريقة مميزة في الحياة، قد يكون عندك شريك حياة مميز، قد يكون عندك أطفال مميزين، قد يكون عندك أموال، قد يكون عندك منصب، قد يكون عندك علاقات. تالي هم بالدرجة الأولى أن عندك نقطة قوة كثير لمعة كثير وواضحة هذه النقطة، فهذه إشارة جيدة أنه أنت عندك شيء، عندك شيء يستحق أنه في ناس تنحرف عن الطريق وتخرب الدنيا عشان الشيء اللي عندك. في شيء يعني في عندك أنت من مكتسبات الحياة شيء جيد، شيء مميز، طاقة مميزة تجعل هذول الأشرار هم يستقصدونك. ذلك مرات تستغرب بعض الناس يحسون إنه الناس حاسدينهم حاقدين عليهم وراء، وبعدين تفكر هو وش عنده. مرات كذا يعني شخص يعني عايش يعني متر في متر في غرفته مسكر، يعني ما حد يعرف عنه أصلا، ما عنده شيء. فتقول شلون هو يتخيل إنه العالم كلهم حاوطينه وكذا الشر ينتظره؟ يعني ما حد يفكر فيه، ما عندك شيء، ما عندك شيء يعني. فخلونا نتذكر انه كل ما كان عندك شيء، كل ما زادت هذه الاشياء، كل ما ارتفعت احتمالية انه يحوطك اشرار. كل ما كان عندك شيء او كل ما زادت عندك هذه الاشياء، كل ما زادت احتمالية انه يحوطون حولك الاشرار. ذلك هذه اول شيء، هذه اول ريحة كذا تقولك ايش، خلني الحق التارجت هذا. اي عنده شيء، خلنا نستفيد منه. منصب قوي نقدر نسوي كذا، زوجها نقدر نسرق زوجها، فلوسها هذا نقدر نسوي كذا، ايا كان. بس تبدا بانه هذا الشخص عنده شيء لامع، عنده شيء لامع مختلف، فيستحق الوقت والجهد والطاقه انه هو يعني بيتعرض لظروف معينه. ايضا خلني اذكرك في شيء كثير رئيسي يجعل
يعني النقطة تكلمنا عنها قبل شوي هي بس مثل الريحة اللي تجر الأشرار، لكن الأشرار ما يبدون شغلهم إلا لما يشوفون أول علامة. الأشرار يشمون الريحة، شخص مميز، شخص عنده طاقة، شخص عنده مال، شخص عنده منصب، عنده شجاعة معينة، عنده أسلوب، عنده بس ما يبدأون عملهم الحقيقي، ما يبدأون فعلا يأخذون الموضوع جد يعني إلا بأول سمة راح تظهر على الضحية، اللي هي سمة إن ضحية وضعيف، سمة الضعف وسمة إن ضحية. وهذه السمة إما الشخص راح يتكلم عنها، راح يعني تتكلم هي تقول والله يعني إنه يعني زوجي ويجلدني ويضربني وكذا، فهذيك أصلا هي جاية تسرق زوجها. عرفت كيف الموضوع؟ يعني خلاص عرفت الباب يعني، وعرفت إنها هي ضعيفة، عرفت إنه هي يعني هي عندها شيء، يعني هي ضحية في شيء هي ما قدرت تسويه، في شيء هي عالقة فيه. فمجرد ما الأشرار يشوفون هذه الإشارة يعطون أنفسهم الضوء الأخضر. ففي قدامي شخص عنده ميزة، عنده فلوس، عنده طاقة، عنده مقدرات كثير مميزة، عنده أشياء لامعة، وفي نفس الوقت هو عنده ضعف كثير واضح، كثير ظاهر، وهو يعبر عن نفسه بأنه ضحية. هو يعبر عن نفسه بأنه ضحية، يتحدث عن نفسه بأنه متورط وأنه ضحية فخلص كذا الوضع مشجع. هذه الإشارة الأولى للشرير، إن يقول الوضع كثير مشجع، كثير مشجع إني أنا أقفز وأقطف القصة هذه وأستفيد منها. فهذه الإشارة الأولى لما يشوفها الشرير، لما يشوف هذه الإشارة، هذه الثغرة، إنه أوه هذا الشخص مو قادر يشوف نقاط قوته بس قادر يشوف نقاط ضعفه كثير، ويتكلم عنها ويكبرها ويسوي منها قصة، قادر يحط طاقة كبيرة على الضعف اللي عنده، قادر يقول إنه هو ضحية، قادر يعلم إنه هو يعني متورط بعقلية الضحية في بعض أجزاء من حياته. في هذه اللحظة لما يشوف الباب مفتوح، الشرير يقفز في هذه الثغرة، يدخل فيها كأنه في فتحة كده، يدخل فيها. هذه الحركة اللي خلاص هو يقفز، ويقفز فوق خط أحمر. طيب، هو يقفز فوق خط أحمر بمعنى أنه يتجاوز الحد. الحين هو عرف، واضح الصورة قدامه، شخص عنده مميزات ما يعرف مميزاته، عنده ضعف، غارق في الضعف، مصدق الضعف وغارق فيه، عقلية ضحية. فبالتالي أوكي، أنا عندي الآن فتحة، ممكن تضبط ممكن ما تضبط، ترى الشرير ما زال يقدم رجل ويأخر رجل، ممكن تضبط ممكن ما تضبط. فيقدم رجل ويقطع الخط الأحمر اللي تكلمنا عنه مليون مرة يا جماعة. الخط الأحمر هذا اعتبره خط مقدس، لا تسمح لأحد كائن من كان يتجاوز الخط الأحمر هذا، خط اللي حولك هذا، خط الحد الشخصي هذا اللي ما حد يتجاوز. مين كائن من كان، كبير صغير، أب أم جد عم خال جار زوج زوجة، ما في أحد يحق لنا يتجاوز الخط الأحمر. الشرير لما شاف الفتحة كذا، ولما شاف في ثغرة في الموضوع، قفز على الخط الأحمر. طيب الآن قفز، المفروض يكون الضحية المفروض يكون عنده ردة فعل، يقول أنت ليش تكلمت باسمي مثلا، قام وتكلم باسمه، قال إيه لا أتكلم باسمها، إيه هي ما تبغى هالشيء، أنا أصوت باسمها هي ما تبغى. أو يقول لك والله فلوسك اللي هذولا رجعوها أنا أخذتها، قلت أنا أسلمها إياه. يعني تصرف يدل على أنه حطك على جنب وتصرف هو كأنه أنت. قطع خط أحمر، قطع شخصيتك، تدخل في شيء كثير خاص فيك، أفتى في شيء شخصي بالنسبة لك،
تكلم باسمك، أخذ أموالك، أعطى قرارات بالنيابة عنك، عاقب أشخاص يمكن موظفينك المفروض أنت اللي تقرر عقابهم. المهم تصرف أي تصرف يدل على أنه قطع الخط الأحمر. الشرير إذا أول مرة سوى هذا الشيء ترى ما زال محتار، ما يدري وش وضعه. هنا الضحية يجزم، يا يكون ضحية يا يوقف القصة كاملة. هنا ردت فعل الضحية تجاه شخص قطع الخط الأحمر إما إنها تنهي القصة وتوقف الشرير عند حده، لأن الشرير يفهم، ما هو غبي، ما هو غبي، وعلى طول يتابع الإشارات على طول على طول على طول. فردت فعل الضحية إما إنه يمشي الموضوع، يسكت، وممكن أسوأ من كذا يقول ليش أنت سويت كذا، يقول والله ما كان قصدي، يتعاطف مع المجرم، يتعاطف مع الشرير، يتعاطف معه، يقول أنا كنت أساعدك، أنا لأني أعرفك، لأني أفهمك، هذه طبيعتك، أنا تكلمت باسمك لأنه، فيقول أوكي خلاص شكرا جزيلا، أنت صديق جيد، أنت زوج جيد، أنت كذا. فيتعاطف معه، تعاطف مع شخص اعتدى عليك، يتعاطف هذا الضحية مع شخص، مع شرير اعتدى عليه، أخذ حق من حقوقه، وصل إلى شيء شخصي جدا له، يقبل، يعدي أو يتعاطف. هنا في هذه اللحظة الشرير تأكد تماما أنه هذا ضحية مناسبة. لإكمال أي نوع من أنواع العلاقات الخطرة، قد تكون علاقة مؤذية، قد تكون علاقة مظلمة، قد تكون علاقة مميتة، قد وين ما كان عاد مسار العلاقة وين بتروح، لكن هذه هي الخطوات اللي يقوم فيها الشرير كذا، عنده يعني أدوات يتبع الموضوع في شخص لامع جدا بس عنده ضعف واضح، نسوي cross the line، نقطع الخط الأحمر ونشوف ردة الفعل، نراقب. هنا عاد هل هذا يوقف الموضوع عند حده، يطرد الشخص من حياته، يشخط فيه، يقول له لو تتجاوز الخط الأحمر مرة ثانية راح أسوي، راح أفعل، راح أقول، راح أطلب الطلاق، راح أترك البيت، راح أطردك، راح أفعل، ما راح أتكلم معك، يعني حط خط واضح فعلا، يوريه الخط الأحمر، يوريه، يقول له هذا خط أحمر، ما تقدر تتجاوز الخط الأحمر، تجاوز الخط الأحمر مرة ثانية في تبعات للموضوع. هنا الشرير يعرف إنه ما يقدر يخلي هذا الشخص ضحية، ما يقدر، هذا الشخص لا يمكن أن يكون ضحية. لكن في شخص ثاني يغمض، يسوي نفسه ما شاف، يقول بعدي ويشوف اللي بعدها، أو يقول كلام بعدين يتعاطف مع الشرير، يتعاطف معه، يقول إيه صح، أنا فاهم إنه أنت طيب، وأنا فاهم إن قصدك مصلحتي وكذا، بس يعني قلت أعطيك خبر وكذا، يعني كذا بطريقة سوفت يعني، وهو الخط مقطوع بس بطريقة كثير ناعمة. فهذه هي العلامات اللي راح يشوفها الأشرار طوال الوقت، راح يكتشفون من خلالها إنه هذا الشخص يعني صالح لأنه يكون ضحية، صالح لأنه يكون ضحية. طيب خلونا نأخذ أسئلة. تقولك هذه أمي من صغري كذا، إذا أمك قطعت الخط الأحمر فهي قطعته في سن مبكرة، يعني صعب أصدق إنه أم قطعت الحدود الحمراء في سن متأخر، أكيد قطعتها في وقت الطفولة، يعني أكيد اعتدت في وقت الطفولة في الغالب، أو حتى مرات الأب أو مثلا الابن لما يعتدي مثلا أخ على أخته جنسيا في الغالب في عمر مبكر، مو لما يكون الشخص واعي وكبير. سؤال، صديقتي إيمان تقول هل يمكن أن يكون شخص شرير معي وجيد مع الآخرين؟ جدا 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 ممكن يكون شخص يعني في غاية الدناءة والرداءة والشر معك، لكن مع صديقة في غاية الجودة والجمال والروعة، وفعلا مع صديقة فعلا فعلا هو رائع،
مع مديرة في العمل، مع زملاء في العمل، مع الجيران، ممتاز جدا، مو يمثل، لا صدق ممتاز، ممتاز يعني النسخة الجيدة، بس معاك أسوأ شيء، أسوأ نسخة. ليه؟ السبب، السبب القصة اللي قلناها قبل شوي، هذولاك ما يقدر يقطع لهم خط، ما يقدر يقفز فوق أي خط من الخطوط، فبالتالي يتعامل بأدب واحترام. أنت لا، أنت هو يعني عارف الضعف كثير وغايز فيه، والضعف واضح ويعني مكبر كثير الضعف، وهو قطع اللاين مرة ومرتين وثلاثة وعشرة، ويعني الحدود مقطوعة تقريبا، يعني لما نشوف دائرتك الشخصية يعني منتهكة، بالتالي هو رايح جاي رايح جاي، يعني يتكلم باسمك، يستخدم أموالك، يعبر عنك، وانت على جنب مزهرية. فنعم وارد جدا انه شخص يكون شرير مع شخص وجيد مع شخص آخر، وارد جدا، لأنه هنا يقدر هنا ما يقدر، هذا هو الفرق. هنا في ضحية، في نموذج جاهز لأن يكون ضحية للشر، بس هنا ما في نموذج، ما يشتغل الموضوع. كم ممكن من الوقت أن يأخذ لتغيير فكر عدد كبير جدا من الناس؟ هو احنا خلينا ناخذهم كأفراد، الأفراد ممكن يتغيرون كذا صح، ممكن بلحظة كذا، شخص أمس كان في ظرف، جالة صدمة، جالة قاع، جالة يعني معلومة كثير صادمة، من بكرة هو شخص آخر. طيب كان دخل البواب وطلع شخص ثاني تماما، هذه تصير كثير على مستوى الأفراد. لكن لما إحنا بنشوف المجموعة كاملة، إحنا نحتاج إن نشوف ال عكس الواحد زي ما نقول، أبطأ واحد هو وين، هو وين هذا البطيء اللي معطل البشرية. زي مثلا لما نقول لك انه في مجموعة يمشون في الغابة، ايش سرعتهم؟ سرعتهم سرعة أبطأ واحد، سرعهم معالقين مع أبطأ واحد، هم ينتظرونه ويقفون ينتظرونه، ما يقدروا يمشون فآخر واحد هو اللي قاعد يعني يعطل المسير. لذلك يقظة البشر في هذه الفترة التاريخية هي كثير تعتمد على انه 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 المتقدمين من البشر انهم يجتهدون في ايقاظ المتاخرين، يجتهدون في ايقاظ، لان احنا في مركبه واحده، فاللي ورا هذول محتاجين انهم يستيقظون عشان كل المجموعه تستطيع انها تتحرك من موقع الى اخر. وطبعا هذا يحتاج الى وقت، اكيد يحتاج الى وقت، في كثير ناس هم في غايه التخدير وفي غايه البرمجه وفي غايه النوم، في غايه النوم، ويقاتلون حتى ما يستيقظون. ذلك نعم قد يحتاجون إلى وقت. هل جميعنا نمر بمخدرات الحب في أول علاقة، حتى الشخص المتطور روحيا ومشاعريا؟ نعم مثل لما تسألي تقولين هل الشخص المتطور مشاعريا وروحيا يأكل ويتغدى ويتعشى؟ أقولك نعم. هل يروح لدورة المياه وانت بكرام؟ أقولك نعم. هذه من متطلبات الجسد المادي، الجسد المادي، هذه كيمياء في المخ. فنعم، لكن الفرق انه يعرف، انه يعرف انه هو تحت تأثير مخدرات اسمها مخدرات الحب، فبالتالي ما يتخذ قرارات غلط، ما يتصرف بطريقة غلط، ينتظر لما تنتهي هذه عشان يقدر يحكم، يعني يتخذ قرارات صحيحة بناء على انه هو عارف انه هو تحت تأثير مخدرات الحب هذه. ليش علاقاتي ما فيها تطور وعمق وسطحية؟ قصدك ليش علاقاتك ما فيها تطور وعمق وإنها هي سطحية؟ مرات تكون العلاقات السطحية إشارة جيدة، ومرات إشارة غير جيدة. مرات هي إشارة جيدة إنه أنت ما عندك اختبار بهذا العمق في العلاقات خلال هذه الفترة، فبالتالي أنت مشغول بقصة ثانية. يعني انت تتخيل شخص في المستشفى، يعني هو فاضل اختبار عميق في العلاقات؟ طبعا لا، اصلا حتى انت لو راقبت الناس لما يكون الشخص مريض، يعني يفكون عمق العلاقة، يسطحونها
ويقلبون الأوراق يعني يقلبون الصفحة. لما في واحد في المستشفى يقول مريض ومرضه خطير يقلبون الصفحة الناس. فهم يدركون بشكل لاوعي أنه هو مو فاضي لاختبارهم. مو فاضي شخص طريح الفراش عنده سرطان في المستشفى. مو فاضي قاعد يحل معاك مشكلة وأزمة إحنا ما تفاهمنا 10 سنوات. الناس يقلبون الصفحة. فبشكل لاواعي وترتيبات كونية أنه هو عنده اختبار كثير مشغول فيه. كثير عميق وكثير مهم وكثير يعني متورط في قصة كبيرة. فما عادت هذه أصلا الاختبارات مهمة. ما عادت هذه الاختبارات مهمة أو اختبارات العلاقات. لذلك في هاللحظة أقول إنه العلاقات تصبح سطحية. نعم. في هاللحظة أقول العلاقات سطحية لأنه في اختبارات في مكان آخر هي أهم. في مرة أخرى إنه أنت تستقصد إنه أنت تسطح العلاقة. أنت تستقصد قصداً إنه أنت تسطح العلاقة. ليش؟ إنك تهرب. عندك شيء، عندك تجربة سابقة، اكتشفت أنه عمق العلاقة ضرتك، بتقول خليك سطحي، خليك رسمي مع كل الناس، خليك سطحي، خليك رسمي، خليك سطحي. فخلاص دخلت هالبرمجة أنه كلها علاقة سطحية سطحية سطحية. وهذه مش جيدة. هذه مش جيدة. هاي تدل أنك أنت تدخلت في الموضوع واخترت قبل ما يبدأ الاختبار أنك تسطح العلاقة. قبل ما يبدأ الاختبار قد يكون فيه قصة حب، لكن قلت ممكن تعطينا مسافة شوي، ممكن مسافة، ما أقدر أسوي عمق في العالم، ممكن مسافة، وش عندك معنى؟ عندك اختبار، عندك حب، ما أقدر أدخلك أكثر، ما أقدر. فبهذه الطريقة أنت خسرت. قد يكون اختبار جيد، قد يكون رسالة جيدة، قد يكون حب. لذلك مهم ان احنا نعرف ليش هاي السطحيه موجوده. كيف اعرف اني ضحيه في علاقه مع شخص شرير؟ كاني اشم ريحه علاقه مظلمه. كاني ماني متاكده بس كاني يعني لما يكون عندك شك انه انت في علاقة مع شخص شرير تسأل هذا السؤال وانت شاك في نفسك وشاك في حكمك، معناها انا اشك انك في علاقة مظلمة، مطفى عليك اللمبة، وانه انت يعني ما تدري كذا، يعني انت دودة، ضايع، مغسول دماغك، مبرمج، ظلام، دامس. فتقول هو هذا يعني هل انا معقول انا ضحية؟ دكتورة خليتيني ولعتي لمبة، بس أنا متأكدة يعني، بس ليه تقولي لي أنا ضحية؟ يعني اللي مو ضحية عارف إنه مو ضحية، واضحة يعني الموضوع، واللي ضحية عارف إنه ضحية، بس أنتي مو عارفة إنك ضحية. هذا يخوفني إنه أنتي في غرفة مظلمة ومسكر عليك اللمبة وتم غسيل دماغك إنه هذا الشخص مو شرير وإنه أنتي مو ضحية وإنه كل شيء أوكي والوضع تمام وكل شيء مضبوط وما عليك. أنا أدعوك إنك تحضرين كورس العلاقات الخطرة. أدعوك إنك تحضرين كورس العلاقات الخطرة. وإذا تبغين بعد عشان يعني كذا نشيك، يعني قولي للشخص هذا إني راح أحضر كورس عند الدكتورة سمية عنوان العلاقات الخطرة وشوفي ردة فعلها. إذا كان شرير راح يخاف كثير راح يخاف، لأنك راح تستيقظين لما تحضرين. على الأقل بالنسبة لي راح تعرفين مستوى شعور العلاقة. هذا مهم. هذا راح يخليك تفتحين عيونك. أمي البيولوجية ترفض الاعتراف بي لأني من علاقة غير شرعية. هل هي شريرة أو عقد كارمي؟ حبيبتي وفاء، أول شيء أبغى أقول لك خبر كثير جيد، إنه أنت قوية 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 قوية، يعني على مستوى غالبية البشر ما يصلون لقوتك، وانه انت احتياجك لهذه الام البيولوجية يعني
منخفض ما كان ولا شيء يعني، يعني مو كثير مهمة عشان تقعد خاصة تبغين تبغينها تثبت يعني إنها أو تأكد أو. لكن النقطة الملفتة إنه يعني هي يعني أنت عارفة بس هي رافضة، يعني خلنا نقول كانوا هي تقولك أنا أمك بس هي في القانون ما تبغى تقولها مثلا، يعني أنت عارفة إنها هي أمك ولا شلون عرفتي؟ فمعناها أنت عارفة بس هي ما تبغى تعترف بشكل رسمي عشان تبعات المجتمع. لذلك هي ضعيفة، هي ضعيفة ما تقدر تواجه المجتمع، ما تقدر يعني تتحمل نتيجة خطأها، فتتهرب. أما من ناحية هل هي شريرة أو هو عقد كارمي، هو عقد كارمي بدون أدنى شك، خصوصا أنك عرفتيها هو عقد كارمي، فهي تقول لك سوري أنا ما أبغى أعطيك هذه الطاقة، ما أبغى أعطيك هذه النجمة أنه أنت عندك أم، ما أبغى. فأكيد هذا شكل من أشكال الإيذاء، لكن على حسب انه انت تبغين تصنفين ان هذا شر او لا، هذا يرجع لك. هو شيء يؤذي لكن مو بالضروره انك تصنف انه شر، مو بالضروره. وارجع اكد انه انت محتاجه تحلين هذا اللغز، لاني اعرف لما يكون الشخص عنده ازمه مع الام خصوصا الام، لأنها مصدر طاقي كثير رئيسي ومهم. فأنت كان ممكن أنها ما تكون عندك هذه المشكلة لو ما عرفتيها كلش كلش كلش، لو ما عرفتيها ما كانت المشكلة بتكون أصلا، يعني كانت بتكون بينك وبين الله، بينك وبين الكون، بينك وبين نفسك، بينك وبين المراية، تظلين تسألين أسئلة وجودية لما تطلعين من القصة. لكن الآن أنت قاعدة تحاولين يعني تعطين تصنيف عشان يمكن ترتاحين، عشان تسوين تأنيب على كيفك، مش تقولين هي الشريرة، هي التعبانة، هي اللي فيها. وبعدين طب وبعدين أنا الكويسة هي التعبانة. المهم أنا بالنسبة لي خلاصة القصة إنك لازم تطلعين من هالعقدة، لا تخلين كل حياتك تدور حول هذه العقدة. أنا أعرف أنها شيء رئيسي في حياتك، أعرف أنها قد يكون هو أعظم اختبار راح تمرين عليه في حياتك، أعرف قد يكون هو أكبر اختبار أنت مختبرة فيه في هذه الحياة هي قصة أمك هذه. لكن أقول لك يعني عندك خيار أيضا أنك تطلعين من هذه القصة وأنك تخلصينها، انك تخلصينها ويعني تختارين اختيارا انك ما تظلين عالقة في هالقصة. خاص بكيفها بكيفها، ما تبغى تعترف كيفها كيفها. عندك خيارات كثيرة في الحياة، لا يمكن لا يمكن، وانا متأكدة من هذا الكلام، لا يمكن تنحطين في هذا الموضع الا وعندك ملايين الخيارات، صدقيني. وعندك خيارات ما هي متوفرة للي عندهم ام اصلا. صحيح، يعني ودي اني كذا يعني اقول لك اشياء بس صعب اني اتكلم يعني لكل الناس، لكن ابغاك تركزين تقعدين تفكرين. عندك خيارات ما هي عند كثير من الناس اللي عندهم امهات، لذلك لا تاخذين الموضوع بهذه الطريقه، هو مؤلم. انا ما اقول لك الموضوع بسيط، واقول لك قد يكون هو اختبارك الاكبر في هذه الحياه، لكن لا تعلقين. انت تقدرين تختارين انك تطلعين من الموضوع، خلصي، نظفي، اشتغلي، صنفي، خلص القصة وصفطيها واقلبي الصفحة. سؤال آمنة، شلون أتخلص من كوني ضحايا الأشرار وأتجنب الأشرار؟ أول شيء خليني أقول لك الأشرار يعني موجودين طوال الوقت حولنا، طوال الوقت أنت جزء منك في شر، جزء منك في شر. فكون أنه أنت تقول أنا يعني راح أتجنب الإشرار 100% أو تأخذ هذا الموضوع بطريقة كثير حادة ومتطرفة، قد يجلب لك مزيد منهم، قد يخليك تخاف من هذه القصة. بينما الموضوع بسيط جدا، أنت مهم أنك أنت تعرف العلامات اللي تكلمنا عنها، في إشارات واضحة لهم. أيضا مهم أنك تعرف العلامات اللي عندك اللي أنت قاعد تعطيها للناس برا،
هذه العلامات اللي تكلمنا عنها اليوم كثير مهمة، كثير مهمة. بالنسبة لي أهم شيء لما أحد يقطع الحاجز أرجوك تصرف، هذه بالنسبة لي أهم شيء. مع العائلة، مع الأصدقاء، مع الجيران، مع الأزواج، مع زملاء العمل، في كل مكان يا جماعة. يا جماعة ممكن نطلع بهذه القاعدة على الأقل في هذا الشهر، ممكن 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 نتذكر هذه القاعدة لآخر يوم في حياتنا، على الأقل نحفظها، نعتبرها خلاصة من خلاصات هذا الشهر، إنه أي أحد يقطع الخط الأحمر لازم في أكشن، لازم في أكشن، لازم في ردة فعل. أنت كده يعني تحمي نفسك من كثير أشياء، كثير أشياء، وأنت برضو ترسل رسالة للكون إنه الموضوع ما يشتغل، ده ما يشتغل الموضوع بهذه الطريقة. أحد يقطع الخط ما يشتغل الموضوع، لا. هل التقبل يقضي على العقود الكارمية؟ والله شوفي حبيبة قلبي أنتي جولي، كثير 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 تكلمت عن موضوع العقود الكارمية، بس في ناس مصرة انها لا تريد ان تفهم انه العقد الكارمي لا يستطيع ابدا ان يفهم الحب والتقبل، لا يمكن. هو كيف طبيعة الاختبار، طبيعة الاختبار هو لا يختبر الجانب الايجابي فيك، لا لا يا جماعة خلونا نخلص هذه الفقرة. طبيعة العقد الكارمي هو يختبر أدوات الشر عندك، هو يستفزك حتى تستخدمها، هو يبغاك تطلع هذه الأشياء من داخلك، يبغاك تتوازن، يبغاك تعرف أنه في شر وفي خير. بكرة لما يجيك الشرير ولا اللي عندك في البيت يعني علمك كيف تحد أدواتك، عندك أحد في البيت استفزك استفزك استفزك، لما طلع أدواتك، لما تطلع برا البيت ولا بتعرف الشرير ولا الأدوات جاهزة تعرف تتعامل مع الشر. إلى متى يا جماعة وحنا نعيد نزيد في هذه القصة؟ أبغى أتقبلها، أبغى أحبها، أبغى أستخدم اللطف معها، يا عمي أنت مو مختبر في اللطف، أنت مو مختبر في التقبل، أنت مو مختبر في الحب، مو هذا اختبارك، مو هذا اختبارك. خلاص يا جماعة، عقد الكارمي اختبارك اختبار قوة، اختبار حرب، اختبار أدوات شر، اختبار الجانب المظلم، ما هو اختبار الإيجابي، لا، ما هو اختبار شلون تستخدم الأدوات اللطيفة وما أعرف إيه. لو كانت الشغل اشتغلت من زمان، أنت من زمان وأنت لطيف، من زمان وأنت مستقبل، من زمان وأنت معبر، من زمان وانت قايل اوكي اوكي اوكي. لو كان هذا هو الاختبار كان خلص. خلاص يا جماعة تعبنا من هذا الموضوع، تعبنا من انه والله بس ما اقدر. قل ما اقدر، لا تقلب الموضوع وتضحك على نفسك. ما عندك اختبار حب، انت مو في هالمرحلة، ما عندك اختبار تقبل، انت مو في هالمرحلة، ما عندك اختبار وطي راسك، انت مو في هالمرحلة، انت في مرحلة اختبار شر، لابد تطلع ادوات الشر وتستخدمها بس. خلاص يا جماعة، اي احد مرة ثانية يجي يقول هكذا ما راح اجاوب، خلاص ما راح اجاوب. صحيح تعبنا وحنا نزيد في هالقصة، في كل مرة احد يخترعنا، طب خلني الطف معهم، طب خلني احبهم، طب خلني اسوي لهم مزهرية، طب خلني اطبخ لهم، طب خلني. ما يفهمون، ما يفهمون. انت عندك قضية مع الكون مو راضي تفهمها. الكون قاعد يقول لك أكثر من مرة، يا عمي يا عمي الأرض اللي أنت فيها فيها شر، تفهم ولا ما تفهم؟ أرسلنا لك مليون واحد يصفق، إلى الآن ما فهمت إنه الأرض فيها شر؟ كلهم مشكورين، مشكورين، أرواح عظيمة قاعدين يصفقونك كل يوم عشان تستيقظ، عشان تستخدم هذه الأدوات وتطلعها وتحطها على الطاولة. إلى متى؟ إلى متى وحنا نفكر في حب وقبول وما أعرف إيه؟ هذيك لها وقتها، لها وقتها. لما تكون وسط الحرب تعال ناقش، لما تكون في قوة تعال ناقش الحب،
لما تكون في قمة تعال خلينا نناقش الحب والتسامح واللطف، مو الآن، مو الآن. أحد مع عقد كرمي لا يناقش قصة حب ولا قبول ولا تسامح ولا تمرير ولا وطي راسك ولا أوكي، كل هذه ما هي اختباراتك ولا هو وقتها. لا تضحك على نفسك، لا تضحك على نفسك. تبغى تقتنع اليوم، بكرة، بعد بكرة، تبغى تسمعني بعد سنة، أو تبغى تنتظر لآخر يوم في حياتك أو في نداء الموت الأخير عندك، تبغى تتذكر أي والله قالت الدكتورة بس ما فهمت إلا في نداء الموت. كيفك؟ هي خيارات، كيفك؟ أنت تختار. دكتورة ما زلت أبكي على اللي حصل معاي في علاقة انفصلت عنها من سنة وزيادة، لكن ما زلت أبكي كل ما أتذكر وأشعر بالقهر أبغى أطلع من هذا الشعور. حبيبتي حبيبتي حبيبتي، بسم الله عليك بسم الله عليك. صراحة شهر يعني سنة وزيادة كثير كثير، يعني أحس إنك طولتي. يعني إذا كنتي قاعدة تصيحين من سنة وزيادة، ما أعرف الزيادة هذه كم، يعني لو بتصيحين شهر بقولك أوكي، 3 شهور ماشي بمشيها، 6 شهور ماشي، 9 شهور تصيحين بقول أوكي يعني أنتي يعني لا، بس لا أكثر من سنة، لا أكثر من سنة معناها أنتي ما اتخذتي أكشن تجاه القصة هذه. أكثر من سنة معناها أنتي قاعدة في متر في متر وقاعدة وتسترجعين الأحداث وتصيحين تسترجعين تصيحين، معناها أنتي عايشة الماضي، معناها أنتي عايشة قصة خلصت، ما أنتي راضية تقلبين الصفحة وبس قاعدة تعيدين الشريط وتصيحين تعيدين. على فكرة أنا لو أعيد قصة حياتي قاعدة أصيح كل يوم إلى آخر يوم بحياتي. لو بعيد قصص حياتي، لو بس بعيد العمليات اللي مريت فيها بقعد أصيح جد بقعد أصيح كل يوم في حياتي من الألم اللي حسيت فيه ومن القصص المأساوية اللي حسيت إلى آخر يوم في حياتي بقعد أصيح. بس هذا خيار، هذا خيار ضيعين حياتك عليه. يعني حتى الشخص ما يسوى، هذه قصة انتهت من الماضي. بتقعدين تلتين تعجنين تتذكرين تتألمين، إذا ذكرتي بتتألمين. لذلك أنت ما سويتي شيء، أنت ما سويتي شيء، ما خدتي أكشن تجاه الموضوع، ما سويتي موقف تجاه هذا الشعور، مستسلمة قاعدة قبل ما تنامين كده تذكرين إيه والله الأيام السعيدة، يوم يفتح الشمعة، أوه يوم يفتح الشمعة، آخ يوم يعطيني شنطة الشانيل، آخ آخ صح. فبالتالي الفقرة هذه لا بد توقفينها، إنك تذكرين وتجيبين الماضي وتحوسين الدنيا وكذا، هذه كلها يبغى لها تنظيف، كلها يبغى لها تنظيف. ما المفروض إنك أنتي تأخذين كل هالوقت فيها في هالشعور السلبي، ما المفروض. أنا أقولك مؤلم مؤلم، ما في معاك ما، بس ما المفروض إنك أنتي تجرين الماضي للآن كل شوي تقول لا تعالي الماضي الآن، تعال الآن، تعال الآن. حان الوقت إنك تقولي خلاص الماضي يا أخي ارجع من الماضي، ما عاد أنا أستقبل الماضي أنيمور، خلاص أنا الآن بنت اللحظة، أنا الآن أعيش اللحظة هذه. وإذا جاء الماضي لابد أشتغل عليه، لابد أسوي تنظيفاتي بحيث إني أنا ما عاد هذاك الماضي يعني يحسسني بالألم وبني أحتاج أبكي وبني أحتاج يعني أتحسف وأستخسر على القصة اللي راحت. طيب برضو يعني خليني كذا أقول لك شيء يعني على جنب كذا، يعني على فكرة في 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 يعني في كثير مليارات من الرجال أحسن من هذا الرجل، أوعدك إنه في أجمل وأثرى وأطيب وأكثر رومانسية وأكثر حنية. الله أكبر، وش هالرجل اللي تصحين عليه سنة ونص؟ أوعدك إنه في مليارات، مو 1 2 3 لا مو مليون، مليارات أحسن من هذا الرجل. لا يضيق صدرك، لا يضيق صدرك، ما فاتك الشر، ما صدقيني ما فاتك شيء، ما في شيء مهم فاتك، ما فات إلا الشر. وصدقيني القصة كان هي لازم تكون كما يجب أن تكون، كذا هي القصة كذا مضبوطة تمام، وأنت في الطريق الصحيح،
لا تنقهرين لا تنقهرين، ما في شيء فات. حتى لو كنت شفت فيراري الحمراء فاتت ولا شطة الشيء، ما فات شيء، ما فات شيء، ما في شيء فات. القصة موجودة الآن، الآن الآن، أنت اختاري يفوتك الآن ولا ما يفوتك، بس هذا هو المهم. ما في شيء فات. وهذا الرجل من عرض الرجال، ما يستحق كل هالمناحة اللي أنت سويتيها. الآن أنت عاد على قدر شعورك الإيجابي، على قدر ما تجذبين الشخص الجيد. لك صراحة ما تبغين القصة القديمة تأثر على جذب المستقبل، ولا لا؟ ما تبغين، ما شو تبغين فيه؟ راح. ما تبغين القصة القديمة تأثر على أجواءك وتأثر على جذب المستقبل وخيارات المستقبل. خلي المستقبل نظيف. اختاري أنت، اختاري بكامل إرادتك إنك ترمين القصة وتقلبين الصفحة بأي شكل من الأشكال اللي كان فيها. انقهرتي، ظلمتي، قهرك سوى فيك، ما سوى فيك، فكه. صدقيني إنك ارتحتي إنه هذه القصة انتهت، أيا كانت هذه القصة. اقلبي الصفحة ونظفي الشعور. كيف نتشافى من علاقاتنا القديمة المؤذية؟ إن نفهم الرسالة، هذا أهم شيء، إن نفهم الرسالة وننظف الشعور. عندنا في ورشة تشافي العلاقات عندنا 27 سؤال يحتاج تجاوب عليه. لما تجاوب عليهم راح تكتشف القصة. 27 سؤال مصممات بحيث انهم يورونك القصة، هي ليش صارت وليش انتهت، وش اللي حصلت عليه، وش اللي قدمت، وش صار، شو النتيجة بعد هالمرور هذا والتبادل بين الطاقات. دكتورة، هل الخطوط الحمراء واضحة بالنسبة للشخص أو لازم يجلس ويحدد خطوط الحمراء؟ هزار، قصدك مع نفسه صح؟ قصدك أنت تبغى تجلس مع نفسك وتحدد خطوطك الحمراء؟ سؤال جميل. شوف، هو لو كنت في مجتمع سوي، أو خلنا ما نقول سوي، نختار كلمة أصح، لو كنت في مجتمع ناضج المفترض أنها تكون واضحة. لكن لما تكون أنت أصلاً منتهك من يومك بيبي، وهم قاطعين الطريق، قاطعين الخط الأحمر، طيب، فأعتقد أنك نعم تحتاج أنك تقعد تتذكر، تحتاج أنك تقعد وتنتبه أنه لا، هذا في استخدام مثلاً الاسمي، في استخدام الوجهة نظري، هذا في استخدام حقوقي، هذا في اعتداء على ممتلكاتي، هذا في كذا، هذا في كذا، هذا لا، إذا قال كذا عني، هذا أفشى سر مثلا من أسراري، هذا سوى شيء ما لحقنا، هذا تكلم بالنيابة عني ما لحقنا يسوي. نعم، قد نحتاج لما ما تكون تربيت من الطفولة وتبرمجت على أنه هذه الحدود واضحة، خصوصا الأشخاص اللي تعرضوا لتحرش أو اغتصاب. إيش تتوقع؟ يعني شخص، يعني طفلة عمرها 7 سنوات أبوها تحرش فيها ولا أخوها اغتصبها، يعني الحدود الحمراء منتهكة تماما، منتهكة. هذه لا، أي هذا شخص لازم يقعد مع نفسه ويتذكر وينتبه للخطوط الحمراء، لأنه طوال الوقت تنتهك هذه الخطوط، هو ما ينتبه، هو ما يدري، لأنه ما يعرفها. لأنه الأشخاص اللي يعتقد أنهم يحبونه ويحمونه هم يعني انتهكوا الخطوط، فبالتالي صارت مو واضحة بالنسبة له، مو فعالة. فنعم قد نحتاج لذلك. سؤال جميل. شخص يؤذي أختي. هدير تقول شخص يؤذي أختي وهي متعلقة فيه جدا، كلنا نحذرها منه وهي مصرة عليه، هو سبب فشلها وألمها بالحياة، ليش كلنا بنشوفه شرير إلا هي؟ هي في الغالب مطفية عليها اللمبة، هي في الغالب في علاقة مظلمة وبالتالي اللمبة طافية عليها. هذا أحد الاحتمالات الواردة. الاحتمال الثاني أنه هي متعلقة، فبالتالي عندها خزان على الزيرو، وهو اللي قاعد يعبي الخزان. وهذه أحد ورطات الحياة اللي تكلمنا عنها
في الأشهر الماضية أنه إحنا لابد ننتبه، الخزان الفاضي خطر قد يخليك تعلق في مكان غلط. فالخزان الفاضي عندها اللي مرة فاضي هي راحت تشحت من هذا الشخص، هذا أحد الاحتمالات برضو، وتعلقت فيه لأنها تحصل على هذا قد يكون مال، قد يكون جنس، قد يكون حب، كيمياء، قد يكون طمأنينة، قد يكون ما نعرف شو الشيء اللي هي قاعدة يعني متعلقة ومتورطة، وتحس إنها لما تطلع ما في شيء تسند عليه ظهرها. صحيح إنه أنتم أهلها وتنبهونها وتقول غلط ومعرفة، بس هي مو لاقية ولا واحد منكم اللي تحط ظهرها عليه وتقول أوه أوكي هذا بيعوضني بيحط في خزاني شيء. فما في شخص هذا مو موجود حولها، ولا هي قادرة تعرف المشكلة عشان تحلها. وفي احتمال إنها إنه مطفي عليها اللمبة، بالتالي مسوي لها غسيل دماغ، ويعني مقنعها إنه هو يعني خمس نجوم وأحسن واحد ويبغى مصلحتها، وهي مو شايفة. إذا كنتم أنتم مجموعة يعني خلنا نقول ثلاثة فأكثر، ففي الغالب أنتم 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 صادقين وما أنتم لكم مصلحة من القصة هذه، ففي الغالب أنتم صادقين وهو فعلًا يستغلها وأنه هو شرير. بعض وسائل العلاج تعتمد على إنه يكون فيه زي ما نقول اتفاق للمجموعة اللي هم شافوا الغلط، ومواجهة للشخص إنه اللي سوى كذا كذا غلط، هذا غلط، أنت لازم تعرف هذا الشيء، إحنا قاعدين نقول لك، يعني تكون بوضوح ومرة واحدة ومن مجموعة كبيرة، اللي هي نقدر نقول عنها أنها تسوي صدمة للشخص، تسوي صدمة للشخص إنه أو واو كلهم قاعدين يقول نفسك معقولة أنا غلط. ما فيحتاج أعداد كبيرة، يحتاج حقائق صادقة، يحتاج أنها تكون كذا مرة واحدة تنعطى للشخص بحيث أنه يقول أو واو. هذه طريقة. في طريقة ثانية أنه لا، أنه ننسحب كلنا بعد على وعي، زي ما أنه كلنا نجي كذا مرة واحدة، لا كلنا ننسحب على وعي، كلنا نطلع كذا على وعي. طبعا على فكرة مو أي شخص المفروض يسوي كذا، أشخاص اللي هم ضمن الكارما، يعني شخص من الشارع ما له دخل باختصار، ما له علاقة، لأن لو أحد كلمك هاي الطريقة تقول أنت وش دخلك، أنت وش دخلك. بس مثلا هذه لما تقول لك أنت وأنت وأنت وش دخلت، تقولينها لأنه مثلا لو سرقوا فلوسك أنا اللي بدفع لك فلوس، صح ولا لا؟ فبالتالي أنا قاعد أقول لك لأني أنا اللي راح أتورط بكرة لما يسرق فلوسك أو يأخذ بيتك أو يسوي لك كذا أو يسوي لك كذا، أنا 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 راح أدخل ضمن الموضوع، فعشان كذا أنا جاي أقول. بس شخص ما له دخل ما المفروض إنه يتكلم، ما له دخل يعني ما راح يلحق شيء من الكارما نهائياً. احتمال ثاني إنه كل المجموعة تنسحب على وراء، كلهم ينسحبون على وراء وصمت مطبق تام. ليه؟ لأن إحنا بنسرع في الاختبار. خلاص هو يكون الجو فاضي له تماماً 100%، وبالتالي تتسرع الاختبار وتصير المشكلة يعني تتأذى منه وتستيقظ. تستيقظ اللي يفرق إنه بس إحنا نعجل اليقظة، بدال ما تقعد يعني 20 سنة وهي مضحوك عليها، يعني سنتين وتخلص القصة. هذه الفكرة. فعندكم هذه الخيارين. أكيد أعتقد دائماً كعائلة قد يختارون الخيار الأول، إنهم يختارون كذا المواجهة ويحطون الحقائق على الطاولة كذا ويشوفون وين يوصل الموضوع، وبعدين يختارون الخيار الثاني إنهم ينسحبون. طيب يا جماعة طولنا عليكم، سوري. أذكركم خلية الجوال ونيتنا لهذا الشهر تشافي العلاقات، اللي ما انضم على النية ما زال هناك وقت، واللي ما حط خلفية الجوال ما زال هناك وقت، خلوكم معنا. وعندنا 5 كورسات موجودة على الموقع sumi369.net. غداء منتصف الليل، العلاقات الخطرة، الحياة السرية للبشر، تشافي العلاقات، طبقات الحياة. أتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا. شكرا للايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل.
تصبحون على حب.